وسهلا بكم في موعد جديد على روما اون لاين في الفقرة الرياضية إرسبور. حديثنا اليوم سيكون عن تردد قنوات بيسبور. كنا نعلم جيدا أنه مباريات كأس العالم لن تبث على قنوات بين سبور العادية، أنه ليس البث على قنوات بين سبور العادية الذي نتابع من خلالها المباريات الأوروبية أو بين سبور بريمير آن أو بين سبور وان وتو وإلى غير ذلك، فإنه قنوات بين سبور باقة جديدة من القنوات الرياضية دائما تكون في الإبان. بالنسبة لقناة قنوات بين سبور هي هو كله لأسباب التجارية. إذا كل هذا سنتحدث عنه في التردد الجديد لقنوات بين سبور ماركس، ولكن حديثنا سيكون عن تردد القنوات على النايل سات وعلى ياسين التردد القطري، ولكن كل هذا بعد الفاصل القصير. جديد مثل ما تابعت وقبل الانترو الخاص بالفقرة الرياضية الفاصل القصير، مرحبا بكم. كما تعرفوا باش نحكيو على تردد قنوات بين سبور الجديد، قنوات بين سبور ماكس، الذي من خلاله ستنقل كافة مباريات المونديال على قنواتها البي سبور ماكس على تردد الجديد. بالنسبة نبدأ بالتردد الأول بالنسبة للناينسات، كلنا نعلم أن التردد في الشرق الأوسط كلنا وشمال إفريقيا، فإنه التردد معلوم جيدا أنه الناينسات هو الأقرب للمشاهدة. إذا بالنسبة إلى تردد قنوات بين سبور ماكس 1 وبين سبور ماكس 6 فإنه سيكون على النايل سات 12606 هاش الاستقطاب هاش، ثم 27500. بالنسبة إلى قنوات بين سبور 1 و 2 و 3 على القمر إسهيل سات 26.6. اليوم بالنسبة إلى بين سبور ماكس وان 11585 فيرتيكال 27500 في، أتردد أمامكم على الشاشة. بالنسبة إلى تردد بين سبور دو ماكس دو 11623 27500. تردد بين سبور ماكس 3 11642 هاش 27500. إذا الترددات أمامكم، سجلوا الترددات أو أعملوا لوكابتير للشاشة حتى نتعديو للترددات الباقية الترددات الموجودة. كما معلوم العنوان أمامكم شيل جميع المباريات كلها منقول على قنوات بين ماكس. بالنسبة إلى تردد باقي القنوات بين سبور ماكس على النايلسات، هاوين والصورة كاملة على الشاشة. كما تحدثنا على بين سبور وان وسيس، ديما نحكيو على بين سبور ماكس 12606 هاش 27500. بالنسبة إلى قنوات بين سبور ماكس 2 4 و 5 12 ألف
245 في 27500 بالنسبة لبين سبور. بالنسبة على القمر إيسيل صادق 11566 بالنسبة لبين سبور، 14 27500 بالنسبة لبين سبور، ماكس 5 11310 في 27500 وبين سبور 6 11899 هاش 27500. تبقى لنا بالنسبة إلى قنوات بيسبول ماكس، بيسبول ماكس 3 11313 قيدوا عندكم مليح، 11300 11100 11013 هاش 27500. بالنسبة للناس اللي تتابع على الفوكاتر 11180 في 27500 على القمر القطري اهتزازات، وهذا مستبعد جدا في وطننا العربي وشمال افريقيا وشرق الاوسط. هاو نذكر من جديد بالنسبة للصات امامكم بين سبول 1 وبين سبول 6 12606 هاش، لأنه نعرف ديما 27500 أغلب قنوات النايصات. بالنسبة إلى بين سبور ماكس 2 4 5 12245 في 27500 وبين سبور ماكس 3 11013 هاش 27500. هذه تردد قنوات بين سبور ماكس الناقلة إلى كأس العالم باللغة العربية والاستوديوهات والتغطية. سنعود في حلقات قادمة على من يتساءل، لأن عديد الأسئلة التي وصلتنا عبر مختلف المواقع أو عبر في القناة التي غلقت أسباب، لأن هذاك وعلاش خيرنا أنه ما عادش باش نعديو لقطات من المباريات أو أهداف أو تسريحات، سنكتفي بالمعلومة فقط. هذا هو المعمول به، وهذه حقوق اليوتيوب، لأنه يعني في القناة السابقة تم حذف القناة. بالنسبة إلى كل ترددات هذه قنوات بيسبول، هناك قنوات مجانية سنعلنها في الأبان، لأنه إلى حد الآن عديدة هي القنوات المجانية التي يتم الترويج لها عبر مختلف الأقمار، ولكن انتظار تأكيد المعلومة دائما وأبدا على روما أونلاين في فقرة سبور. قبل الختام عليكم كان الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم الرياضة وفي عالم كل الأخبار، ولكن في هذه الفترة التركيز كله على المونديال. شكرا لكم.